اللحمة. ربع كوباية زبيب. انا بشوح بالمحشي كله البصل بس، احط اللحمه المفرومه بشوحهم مع بعض، بشوحهم البصل واللحمه اهو، وهنحط كزبره ناشفه. الكزبرة ناشفة، الفلفل الأسود حوالي معلقة، الملح حوالي معلقة، صغيرة وإيه فص كتير، بس معلقة صغيرة. واحدة ماجي خضار، وهحط الطماطم، هحط الطماطم يتسبك أقوله المحشي ده بالطريقة دي، لا بيتعب قولون ولا في أي حاجة، لأنه هو بيتعمل كده ني في ني، يعتبر المحشي كله ني في ني، بيبقى جميل قوي وطعمه حلو. وعايزه تحطي بقى شطه براحتك، عايزه تحطي كل اللي انت نفسك تحطيه براحتك، ده اذواق. بس هو كده مش محتاجه الا مني حبه بهارات وهحطهم اهو، حبه البهارات والف هنا وشفا. ادي اللي اتسبكت اهي، هحط لها معلقه صلصه بس وشربت ميتها كلها كده، حط لها معلقه صلصه، وبعد كده احط لها الخضره والرز ونحشي المحشي. هحط حبه صلصه حوالي معلقه كده، حطيت قرص ماجي حطينا الرز. ساعات الشغل الدور هو اللي بيخسر، بس المهم انك تحط لمسه من روحك جوه تفاصيل الشخصيه، حياتي الشخصيه انا دايما بحب ارجع وقلبناه مع التعصيدة ونسيبه قد 5 دقايق ونضيف عليها الخضرة. أضيف الخضرة عليها شبكة بقدونس وكزبرة. ألف هنا وشفا. وأنا لما هيخلص ويتحشي إن شاء الله هسقيه إيه؟ هسقيه وأنا بحط قلب الكوسة في الحلة
وبحشي المحشي محشي وهرص في الحلة اخلص المحشي ونبقى مع بعض. خلصت الكوسة وهحشي الفلفل واحطه في قلب الكوسة كده. والله هتاكلوا محشي بالهنا والشفا، جميل جدا. وهسقيه بقى بالشوربة. والله اللي عايز يحط لحمة براحته، اللي مش عايز براحته برضه. بس هو كده بيبقى فيه كل القيمة الغذائية، في الخضرة وفي البصل وفي اللحمة، يعني جنب منه شوية سلطة خلاص، يعني الغرض اتقضى. يعني وجبة غذائية كلها يعني مفيدة من كله، وفي نفس الوقت ما يتخنش، لأن الخضرة والبصل والحاجات دي كلها الرز قليل ولحمة مفرومة وكده، فالرز قليل يعني، فمش هيتخن ولا هيبوظ الرجيم. لاني انا اصلا بحط له زيوت قليله قوي بس كده. كمل الفلفل نحطه على النار، نحط له شوربه ويستوي على راحته، ياخد له غلوتين وتقوم موطيه عليه، ياخد سوا براحته بقى. الملح دوت انا بحط مقدار الملح اللي بنحبه، انت بتحطي مقدار الملح اللي انت بتحبيه، يعني الملح ده بيبقى حسب الرغبه، والتوابل حسب الكميات. اما يعني انا عامله كميه صغيره، انا مش عامله حله كبيره، يعني كيلو ونص كوسه ونص فلفل، يعني كلهم 2 كيلو محشي. عايزه تعملي بقى الكميات الكبيره تزودي التوابل بتاعتها، بس انا بوريك الاساسيات وتعمليه في منتهى السهوله، ويبقى طعمه جميل. وبالف هنا وشفا على عليكي وعلى عيالك، وكل سنه وانتي طيبه، وان شاء الله عيد سعيد هيبقى عليكم باذن الله. دلوقتي هحط شوربه المحشي، حط له شوربه وهاخد شعبها. خلصنا المحشي وهنرصه دلوقتي في البايركس، نحطه كده. بسم الله هنرص المحشي، نرص الفلفل، بس هيطلع طعمه تحفة والله، طعمه حلو جدا. في ناس بتحبش الا الفلفل والكوسة، وفي بعد كده اعمل لكم محشي مشكل، اعمل المحشي في المحشي. بسم الله ما شاء الله، تاكلوه بألف هنا وشفا، بالهنا والشفا.